السلام عليكم، كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم معكم هناء من قناة هناء ريسيبي. كنتمنى هاد الفلوغ هذا ينال الاعجاب ديالكم. اليوم جبت لكم واحد المحل صراحة زوين بزاف، وانا اول مرة انا زرتهم. صحابتي اللي وروه ليا، انا اول مرة نزوره صراحة، ما سخيتش نخرج من هاد المحل. في اشياء رائعة وخديت بزاف ديال الاشياء منه، اثمنة جد مناسبة مقارنة مع محلات اخرى. صراحة الا مشيتوا ليه غادي يعجبكم بزاف بزاف، وغادي تقولوا لي بان كاين الفرق كبير بالنسبة للاثمنة. كاين كل شيء، العيد ميل ديال العيد ميلادات ديال البيبي شاور، كل شيء، ليمول من الصغير حتى الكبير، في بزاف ديال الاشياء. خليكم معايا لاخر الفيديو باش تشوفوا كل شيء. انا راه تقريبا درت تغطيه للمحل كامل باش نقربكم تشوفوا شنو كاين. ولا عجبكم هاد لا فيديو ما تنساونيش بلا لايك ولي زابوني وضغطوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد. هنايا هاد الصناديقات الذهبيين، هادو تتقدروا ديروا فيهم صفوف ولا لي دغاجي، راهم ما غاليينش بزاف صراحه، والديكور ديالهم زوين، شي 3 دولار شي حاجه صراحه، يستاهلوا الثمن ديالهم. وهاد الشيء هذا ديال البيبي شاور بحال هاد الديكورات راه ما كاملاش حتى دولار، 99 سنت. وصراحه في بزاف ديال الاشياء، هادي الجهه ديال البيبي شاور. بالنسبه لهاد الجهه فيها لي باكس ديال الحلوه، صراحه فيها الاحجام كامله، وعلاش تحطوا الحلوه حتى هي الاحجام كامله وبالالوان، وفيها لي رقيقه لي غليظه اللي بغيتوا غادي تلقاوه في هاد المحل هذا. واثمنه صراحه فيه مزيانين، بحال هاد لي باكس فيها ديال دولار، دولار ونص، جوج، بحال هادي 99 سنت علاش تحطي الكيك. بحال هادو اللي كبارين 7 دولار. هادو تبيعوا بالست فيها 14 الوحدة دايره 15 دولار. وهاد الجهه صراحه اللي عجبتني هاد الوريضات اللي تتزينوا بهم الحلوه، واجدين، ما تتشريهم هكا وتتقدهم في الحلويات، صراحه عجبوني بزاف. حتى الالوان والكريمات ديال الحلوى كل شيء تبيعوه جاهز. هادو فين تتحطوا الكيك صراحه تهم عجبوني بزاف هاد الاشكال هادو. وهنايا الجهه ديال الكويغطات ديال الكاب كيكس والحلوى، هادو دولار 99، دو جوج دولار، صراحة أثمنة مناسبة عجبوني، وفيها الاختيارات الألوان اللي بغيتو، أثمنة مزيانة.
والاحجام تا هما اللي بغيتو كاينين فين تختاروا. هادي ديال لي كاب كيك دايره 3.99. وهنايا كاينين انواع ديال لي مولد كيف ما كتشوفوا، جميع الاشكال صراحه في اختيارات بزاف على هذا الشكل. هذا بحال دي هذه ديال الكيك لحد هاد الكري ديال البيبي، هذه حتى هي زوينه 6.99 96. صراحه عجبوني بزاف هاد الاشكال هادو، وتلاطات ديال الحلوى، كل شيء صراحة ما اللي تتعلق بالحلوى كل شيء زعما الميزان أي حاجة. هاد المحل في هاد الشيء زوين، وهاد الشيء اللي تبيعوه هذا محل إسباني، تهادو زوينين خديت منهم. كاينين لي مول ديال السيليكون، حتى هادو خديت منهم. الا بغيتو في اخر الفيديو نوريكم المشتريات اللي خديت من هاد المحل. ديال الكيك صراحه فيهم بزاف ديال الاشكال والاحجام، صراحه بزاف الاحجام كبارين زعما حتى ديال شي مناسبات، وفيه من الصغير حتى الكبير والشكل اللي بغيتي.
هاد الغيو هذا فيه هنايا الحجيرات اللي تنديروهم في الحلوة، اللي تنزينو بهم الحلوة. كاينين صراحة الألوان بزاف، دايرين 299 249، جوج 49. وهادو لي كريم اللي تنصاوبو بهم الحلوة، فيه جميع النكهات والأحجام كبيرة.
انا صراحه هاد الجهه ديال الطوابع هي اللي عجبتني بزاف صراحه، ما تخيلوش الاشكال اللي كاينين ديال الطوابع، واعرين صراحه ولي مولت هما عرفتي صراحه، داك الشيء صراحه بزاف ديال الاشكال اللي ما طحش عليكم على البال كل شيء كاين.
شوفوا هنايا انواع ديال البوق، شوفوا شحال من نوع ديال البوق، تتحيروا صراحة ما تتعرف عينك فين تشوف واش هنا ولا هنا.